المقدحة العجيبة حكاية من التراث الدنماركي. في قديم الزمان كان جندي يسير على الطريق المؤدية إلى بلدة صغيرة. واحد اثنان. أراد الجندي أن يسير بخطوات عسكرية وبأسلوب جريء، ولكنه كان تعبا جدا لأنه كان عائدا من حرب طويلة الأمد. الطقس حار، أشعر بأن حلقي يحترق. أيها الجندي أرجوك أعطني ماء. إنها امرأة عجوز، من أين يا ترى أتت؟ لم تكن هنا منذ لحظات. سوف أموت إن لم أشرب، أعطني بعض الماء أرجوك. لم يكن لدى الجندي خيار إلا أن يعطيها مطارة الماء. أراد أن يرفض ولكنه لم يستطع. ماء عذب، لا أعرف كيف أشكرك، أرجوك خذ هذه الهدية، إنها لك. كانت مقدحة يدوية، وبينما كان الجندي ينظر إليها اختفت المرأة العجوز فجأة. يا لها من امرأة غريبة، أين اختفت؟ لم يبقى معي أي ماء. حسنا سأرتاح قليلا. يا لها من مقدحة. ماذا أستطيع أن أفعل لك يا سيدي؟ ظهر فجأة كلب ضخم ومخيف، لم يكن مخيفا بحجمه فقط وإنما بعينيه أيضا. يجب أن أسيطر على أعصابي. واحد اثنان. ماذا تقول؟ هل ناديتني؟ هل ستفعل كل ما أريد؟ ها؟ شبيك لبيك. حسنا اجلب لي كيسة من النقود. حسنا هم تفضل. نقود ذهبية. كانت المقدحة عجيبة حقا. من الآن فصاعدا عليه أن ينادي الكلب كلما أراد شيئا. بعد أن أصبح الجندي غني الحال أخذ يرفه عن نفسه بالذهاب إلى المسارح والتجوال بعربة من مكان إلى آخر مستمتعا بحياة سعيدة. وفي يوم من الأيام، ماذا يوجد خلف هذا القصر؟ أعتقد أنه قصر كبير جدا. إنه قصر الأميرة. نعم. ماذا؟ قصر الأميرة؟ نعم، ولا يسمح لأحد أن يقترب من الأميرة سوى الملك أو الملكة، فقد سبق أن تنبأ عراف بمستقبل تعس للأميرة، وهو أن تتزوج من جندي عادي. جندي عادي؟ وبعد سماعه القصة كان لابد للجندي من أن يرى الأميرة. شبيك لبيك. أحضر لي الأميرة، سأكتفي بنظرة إليها. هيا. حاضر. ذهب الكلب وبسرعة البرق عاد حاملا الأميرة على ظهره. مسكينة، إنها نائمة. من شدة جمال الأميرة لم يستطع الجندي أن يمنع نفسه من تقبيلها. وعندما استيقظت الأميرة صباح اليوم التالي كان انطباع الحلم الغريب الذي حلمت به الليلة السابقة لم يزل باقيا، وفي الحال أخبرت الملك والملكة بالحلم. أمي، حلمت ليلة البارحة بحلم رائع، حملت على ظهري كلب ضخم إلى جندي وكان الجندي شابا. جندي تقولين؟ ماذا تقولين؟ رائع. مسكينة الأميرة، إنه مجرد حلم بالنسبة لها، ولكن هل يمكن نسيان الحقيقة؟
لذلك تقرر إبقاء إحدى الوصيفات قرب فراش الأميرة لكي تتأكد من طبيعة حلم الأميرة. انتظر انتظر. وركضت الخادمة مسرعة خلف الأميرة، وبعد فترة قصيرة توقفت حيث المكان الذي أخذت إليه الأميرة. هنا. أوه الأميرة. أهو البيت. لا إنه هناك يا عزيزي. فهم الكلب معنى الإشارة فوضع إشارات مشابهة على الأبواب الأخرى، مما حير الملك. ولكن الملكة والملك لم ييأسا. ها؟ ما رأيك؟ ربط كيس من الطحين على معصم الأميرة ليترك أثرا على مدى الطريق الذي تسلكه. ومع كل ذكاء الكلب إلا أنه لم يلاحظ أثر الطحين. أيها الرجال اتبعوا أثر الطحين. بسرعة هيا بسرعة. وفي النهاية قبض على الجندي وألقي به في السجن. ماذا سيفعل الآن؟ إنه سوف يشنق غدا صباحا. لو أستطيع استعمال المقدحة. يجب أن أستعملها، لماذا لم أفكر بذلك؟ فجأة تذكر الجندي شيئا وابتسم. لا 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 لا. سيدي الفاضل أطلب منك معروفا، اسمح لي بالتدخين مرة واحدة. حسنا أنا موافق. وهكذا أيها الأعزاء نجحت خطة الجندي. أيتها الأميرة أنا قادم إليك. أنا هنا.
هيا أعطيني يديك. وداعا أيها الملك، وداعا أيها الملك. وطار الجندي والأميرة بعيدا عن القصر، وعاشا بقية حياتهما سعيدين.